صباح الخير مشاهدينا. اليوم سبيشال بلبنان وبالعالم وحتى بمحطة الام تي في. وبهالمناسبة بحب عايد جميع اميات اللي عم بيشاهدونا وجميع امياتنا يلي موجودين حاليا بلبنان يلي كمان خسروا هيدي اللحظة، او حتى كمان فيوتشرلي بالمستقبل معقول يكون عندهم هيدي الفرصة يلي يكونوا من اهم المراكز يلي معقول توصل للمرأة بحياتها. وبهالمناسبة بدي بس هيك الفت النظر لجوجل يلي بكل مناسبة بتطلع بعملية حلوة، وبتطلع بهالمناسبة العالمية لكل بطريقتها الخاصة يلي معروفة فيها. خلينا ننتقل شوي بهالمناسبة لنشوف جوجل شو محضرة كانت لعيد الأم. هالانيميشن المهضومة اللي اكتشفتها اليوم الصبح أنا وعم بعمل سيرش لمعلومات وأخبار على الإنترنت، وكانت كتير مهضومة. بتفرجينا كيف طريقة الأم معقولة تختلف حتى مش بس بالإنسان وحتى بالحيوان. هيدا الإحساس يلي موجود بكل كائن حي على أرض ال حسيت حبيبتي حبيبتي كيفي؟ هقول شو فايقك بكير الصبح؟ شو اللي عم تقول؟ شو عم ميرسي يا قلبي، تنعاد عليك وعلى كل الامبلت، انت الحلو حبيبي. شو عندك جديد جاد؟ هيك؟ ايه عبالي نحن بدنا نعيد بهالمناسبة. انا بعرفك بتحبي تطلعي كنتي مذيعة، وهي ان شاء الله هيدي أول شيء حبيبي بوجودك تسلم لي، خلي لي إياك يا رب أنت وأخواتك. وميرسي على المبادرة الحلوة من الأم تي في، شغلة كتير لكل أم، ونعيد كل الأمهات أكيد يا رب. الله يخليكم ويخلي أهلكم حبيبتي، تسلم لي عينك. وأنا بهني بدي عن جد أتشكر الإدارة وأتشكر زويا وشربل وعايد كل امياتكم، وبعايد كل يعطيكم الف عافيه هون يا شباب. لا ما فيك هول لمين هول لمين جارك يا حياتي مين عاد عليك؟ خلي لك هالشباب الحلوين ولك كمان هابي ماذر داي. هول شو هول جارك؟ هدول عمره صغير. ماما حبيبه قلبي، يمكن مثل اي ام بتخبي قصص صغيره وقديمه جدا بتخبيهم وبتخليهم. هدول من احد الامور اللي خبرنا قصتها. هيدي الرسمه هيدي انا بحب ارسم، كنت كان عندي هيدي الهوايه، فكنت ارسم اكثر شيء بالقلم الرصاص. فنان اصيل يعني. فنان اصيل. طلع لها بركي، طلع كمان لبي هون بعيد ناتشور مارت هون. ايوه مخبيتهم خلينا اياها حدك من كم سنه. لحظه طيب لحظه شو هيدي؟ اما هيدي هيدا ما فيك تعملي هيك على الهواء ابدا. بلا بلا يعني من انت وصغير جقل، شو بدنا نقول؟ هيدي ايش الحمراء اللي هون كمان اكيد صورته هلا يا محتفظه كمان حبيبتي. عاده لكل ولد بحتفظ وعمره سنه بغراده كلهم ذكرعي. شو مهم؟ طيب ليه ما ليه ما جبتني جبت لك قصص هيك قليك انت؟ ما جابوا لي صور فضيحه انا يا محلتي. ثانك يو. وهيدي صورته هو ومين؟ هو ايه هو كريم. كريم خيو. خيو كم شاب انتو وجاد؟ نحن ثلاثة. لله ثلاث نعم. الله يخليكم. نعرف اثنين منهم نحن، فادي وجاد. نعرف اثنين كريم بامريكا. كريم شو بيعمل؟ كريم هلا عم بيدرس، عم يكفي علمه بامريكا بولايه كانساس، مؤخرا راح لهونيك. وهون بقدم له كمان تحياتي واقول له الله يوفقك. وبهالمناسبه بدي اعيد ستي ام الوالده يلي هي كمان رب المنزل، والله يطول بعمرها تيتا. وهي دائما كانت مشجعتي يعني بتشجعني من انا وصغير حتى وقتها كنت بامريكا. انت كمان في فضايح مش لك. هون عرض عضلات بين من خيي حبيب قلبي، بنوجه له تحيه كثير كبيره للبطل اكيد. وجاد وهيدا جاد والاثنين شو؟ هذا جاد صغير. لا ما فيك هذا وعيد الام. طيب مش عيد. لازم نحط لها صور لها هي ماما. جاي عيد الطفل بيجي بعدها عيد الطفل. فادي جاد هيدول ومعي معي ايه هون جاد
وهو ماما بدي ذكر طلعت ملكة جمال السينما بوقتها كمان هيدا انجاز بوجودكم يا قلبي هون فادي عم بغني جاد هون فادي وكريم ما شفناه ولا محل بعد عم يحضرك او لا كروما هلا وقت عنده مختلف هون بس كمان بوستر ل بشوفه لفادي وجاد نحن عم نتفرج على هالصور المهضومين تركوا لنا اياهم لنشوف شو هالعيون الحلوين حبيبتي رح نبلش باخبار تكنولوجي ورح بتساعدينا اليوم ان شاء الله بوجودك تسلمي لي كلك ذوق ثانك يو لحتى نواكب كل شيء جديد مفاجاه حلوه بس انت ما بكيت مثلي ايه لقلك لك شو انا تلبكت شوي اول شيء وهلا عرفت انا شوي انه حسيت انه في شيء تواجدت ايه لانه حتى الكاميرا مان كان عم بيقول لي بالغلط يعني وما عارفين وحسيت بس بتضل مفاجأة وبتضل حلوة كثير مفاجأة انه تضلك عم تشوفها من مجرد ما نشوف هالطلة الحلوة اكيد عن جد الدنيا ام صدق اللي قال وهون كمان تحياتي للوالد يلي قال لي اوعك تنسى تعيدني فكمان بنعيد لانه كمان الوالد ممكن يكون ياخذ مرحلة المراحل دور الام حتى بأدوار كثير مختلفة جد شو اخبارنا لليوم؟ اليوم اخبارنا هادي فادي اليوم اخبارنا حلوه حننتقل شوي على السريع لجوجل شو عاملين هون كروما وصغير اوكي وابو هون بابا وماما طيب ننتقل دغري لجوجل لنشوف الانيميشن المهضومه يلي عاملينها على الويب سايت تب او على السيرش انجن محل ما احلى 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 بوكي ورد لاحلى ورده ولكل ورداتنا وكل الامهات تنعاد عليكم يا رب تنعاد عليكم بصحتك ميرسي يا قلبي ثانك يو ثانك يو رانيا بعد ما فرحتي من ولا حدا اجا فادي يلا كلمة الحق بركي قريب إن شاء الله مزبوط خير خير هيدا إن شاء الله إن شاء الله يا قلبي خليكي معنا نحن وعم نعمل تكنولوجي أوكي ننتقل دغري لجوجل لنشوف هالأنيميشن اللي لفتت لي نظري أنا عم بعمل السيرش اليوم الصبح طلعت لي بوجهي وهي مهضومة كثير فكرتها أنيميشن تبعت جوجل حنحكي عنها هي بتعبر عن الحالة الأمية اللي بيواجهها كل كائن مش ضروري يكون يعني عفوا كل أم موجودة حتى مش بالإنسان ولكن حتى بالحيوان وما بأي مرحلة ننتقل شوي للفيديو اللي عنا إياه هو فيديو يعني بيفرجي انه كل شخص عنده شق لا الام موجوده بالانسان وبالحيوان يعني هي بتختلف حتى عن الابوه نعم يعني حاله الحنين والعطاء يلي يعني عملوها حتى موجوده بعده يعني مواقف حتى بالدنيا عم نشوفها هون اول شيء البسينه بيجي الام والارنب حتى يعني مهضومه كانت انيميشن هيك متصله بعضها وحبيت احكي عنها والحلو فيها انه فينا نعمل لها شير يعني اذا بنشوف على جوجل هالفكره الحلوه كثير من جوجل والذكيه يلي دائما بذكرونا بالمناسبات العالميه اللي عنا اياها صحيح دائما بذكرونا دائما عندهم هيك جرافيكس مهضومين كثير ننتقل دغري الخبرية المهمه كثير بفيسبوك ماما هي كمان من الاكتف يوزرز على الفيسبوك خلينا نقول لماما انه هلا صار فيك تدفعي مصاري وفيك حتى تشتري وتبعتي مصاري من شخص الى اخر على فيسبوك هالفيسبوك ماسنجر ابلكيشن يلي انفصلت مؤخرا الصيفيه الماضيه عن فيسبوك ليصير لها مثل اجرين لحالها تكبر وهالتركيز يلي عم يركزوا عليه مارك زوكربيرج وجمعي وكل مؤسسه فيسبوك لتقدر تدعم هيدي التطبيق الارسال الجديد وعم بيزيد عليها الـ person to person payment او sending P2P بسموها وهيك فينا نحن نقدر نبعت مصاري للشخص الاخر وهيدا بمجرد ما نوصل البطاقه الائتمانيه اللي عندنا اياها او الديبت كارد وبنحط العدد او المبلغ اللي بدنا اياه بالعمله الامريكيه وحاليا هيدي الخدمه موجوده بامريكا وقريبا ممكن توصل على فيسبوك. لبنان والمنطقه صح هيدا على الماسنجر تبع الفيسبوك يلي حينزاد عليها 20 تطبيق ولا 20 حتى اوبشن نقدر نحن نستفيد منها
بالايام الجايه يلي خليها تصير كمان منافسه اقوى على بقيه التطبيقات اللي عم نعملها. هيدي شغله مفيده مع انه انا مش كثير بامن على على هالامور تحديدا الماليه، وبتعرف على فيسبوك اوقات بيكون في كثير اشياء مشبوهه مش صحيحه. صح. 100 هيدي يعني اكيد حيقوموا ب يعني مراقبه هالموضوع، وفيسبوك عندهم اوريدي بايمنت سيستم كثير مهم من خلال الدعايات تبعيتهم، حيفصلوه عن هذا الموضوع ويركزوا عليها بالخصوصيه وحتى بالامان ليقدر تكون المدفوعات تكون كثير محصنه. يعني هيدي كانت اخبارنا، اخبار حلوه كثير. لا في عنا خبريه ثانيه اذا معنا شويه وقت، نحكي دغري عن الماجيك ليف يلي هي لعبه كثير حلوه بتدمج الحقيقه بالخيال. ومن خلال دعمها من شركه جوجل، ماجيك ليف قدرت تعمل مثل اوجمانتد رياليتي جيمنج سيستم. خلينا ننتقل شوي للفيديو يلي عنا اياه لهيدي الجيمنج، فينا نقول تكنولوجي يلي تقدمت كثير، اسمها Life in an Office، يلي هو الرجل ممكن يكون بقلب المكتب تبعه وبيكون حاطط هالعوينات اللي عنده، يلي هو بيعمل augmentation للرياليتي او دمج للحقيقه بالخيال. مثل ما عم نشوف فينا نعمل selection، وهيدي من خلال الجوجل جلاس تكنولوجي اللي حاطينها، وخلص هون فات بقلب اللعبه وصار حتى فينا نقل السلاح اللي بدنا اياها. تخيلي. وهيدي كانت اوريدي موجوده على فليبر، ولكن نحن فليبر تذكر ايام الاركيدز او فليبر جيمز اكيد. وهون اندمجت عندنا. كان يلعب فليبرز؟ صح. لا ما كثير، لا ما كان عندهم هالاتجاه. شو كان اكثر شيء حب الجيمنج؟ الجيم كان الرسم شوي، وهيدي جاد يعني أفهم. هيدي اللي فاجأنا مش مثل فادي، فادي شوي كان أورش، بس جاد عنده نوع من الهدوء يعني كان بالزبط. هيدي حسناتي هلا اللي بتحكي عنها هي دايما. ما لا وين قدام، شو بتحكي قدام الناس جاد حبيبتي ماما. شو هون الفيلم؟ أكيد هيدي جيمنج ماجيك ليب كثير حلوة، و يعني ممكن نشوفها قريبا جدا بالاسواق من بعد ما يقوم فحصها اكثر من شركه جوجل. جاد شكرا لك، ونحن رح ننتقل على اوروسكوب لان انا عندي كثير اخبار بدي دردشها معك. اما هلا لناخذ كل شيء عنك. ثانك يو لك. رح ننتقل عند كريستال. كريستال بونجور. بونجور رانيا، كيفك اليوم؟ منيحة ينعاد عليك. وعليك الله يخلي لك الوالده، وان شاء الله قريبا بتصيري والده كريستال. كريستال شو اخبار الفلك لليوم؟ اليوم رح نحكي عن صفات موارد برج الحوت تبعين للعشريه الثالثه او ثالثه. للعشريه الثالثه نحن رح ننتقل لعندك انما بعد هالوقفه القصيره.